سلام غزالات ديالي، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كيما ديما على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نعمل لكم واحد الوصفه لبياض البشره، وصفه جد رائعه البنات، يعني رائعه بالنسبه لي انا، كتعجبني ومن المعجبين ديال هذه الوصفه هذه، من المحبين ديال الوصفه هذه. اول حاجه انها سهله في المتناول ديالكم، واكيد المفعول ديالها اللي غادي يعجبكم من اول استعمال. غير تابعوني، ولكن قبل بدايه الفيديو كنطلب من الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي ما يبخلوش عليه بالاشتراكات ديالهم بالضغط على سبسكرايب او اشتراك او ابوني. كاين واحد المربع احمر ممكن انكم تضغطوا عليه، جزاكم الله كل خير، والضغط على الجرس هذاك، كاين واحد الجرس الا ضغطتوا عليه غتوصلوا بجميع الفيديوهات تاعي، الا نتوما ما ضغطتوش عليه ما غاديش توصلوا بالفيديوهات تاعي، ولهذا نتمنى انكم تضغطوا على الجرس باش توصلوا بجميع الفيديوهات تاعي. جزاكم الله كل خير وعمل اعجاب فضل منكم، ونبداو على بركه الله. الوصفه انا اول حاجه انا غنعمل لكم الوصفه وباش الناس يعرفوا، غادي نعملها لكم حتى على البشره ديالي، من بعد غنعملها لكم على البشره ديالي. مهم دابا غادي نديروا الوصفه كما هي الطريقه ديالتها، ومن بعد غادي نحطها لكم على البشره ديالي. اول شيء هنا عندي اول مكون البنات عندي، وهو نواه كوكو، الكوك نواه كوكو العادي. هنا شديته وطحنته، لابد من طحنه، ما تخليهش هكاك غليظ خشين، ولا بد من طحنه حتى يولي دقيق. انا هنا عندي نواه كوكو مطحون، وعندي هنا الحليب العادي، ممكن تستعملوا اي حليب اللي نتوما عندكم في المنزل ديالكم، وعندي دم الغزال او العكر الفاسي، كل واحد اشنو كيقولوا، كاين اللي كيقول العكر الفاسي، كاين اللي كيقولوا دم الغزال. هذا هو دم الغزال او العكر الفاسي، حنا كنقولوا بالمغربيه ديالنا. هادو هما المكونات حتى بساطين وفي المتناول ديالكم. نبداو اول شيء غادي تشوفوا، انا غادي نوضع هنا هاد نواد كوكو تقريبا على حسب فين غادي نوضع هاد الوصفه هذه، واش غادي نوضعها غير في الوجه ديالي، او غادي نوضعها في العنق ديالي، او في الايادي ديالي، على حسب. بالنسبه لي انا غادي نوضعها غير في الوجه ديالي. غادي ناخذ هاد الكميه كفايه. غادي نوضع معاها بعد غير القليل من دم الغزال، تقريبا هذا القياس ديال دم الغزال غادي نوضعو هنا، وغادي نخلط بالحليب. كما شفتوا الوصفه سهله، ونخلطوا هذه الوصفه ديالنا. كم تخلطوا مزيان باش هاد المكونات ينسجموا مع بعضياتهم. غادي نزيد شويه تاع دم الغزال، الكميه خصكم تخلطوا مزيان البنات. بالنسبه للحليب بركه، هذا هو اللون اللي محتاجين به. كما هاك، وهذا هو القوام اللي محتاجين، ما خصوش يكون قوام اللي هو ثقيل، وما يكونش واحد القوام اللي هو جاري بزاف، خفيف، قوام يعني متوسط. دابا غنخلي هذا الخليط ديالي كما كتشوفوا، غنخليه تقريبا واحد 5 دقائق،
من بعد ما تدوز مده 5 دقائق عاد غنستعملو على البشره ديالنا. نتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم. بعد ما كملنا الخليط ديالنا كما شفتوا، بعد ما كملنا الخليط ديالنا غادي نخليوه على هذا الشكل هذا يرتاح لنا تقريبا مده 5 دقائق. من بعد مده 5 دقائق نرجع لكم باش نستعملوا لكم على البشره ديالي. البنات راني القوام بعد ما خليته 5 دقائق ولا لي شويه قاصح، زدت فيه غير شويه، اما زدوا فيه شويه الحليب واما زدوا فيه شويه الماء. انا زدت فيه غير شويه الماء وعاود خلطته باش يعطيني القوام اللي هو حيت ثقال مع نواه الكوكو ثقال بزاف. اما زدوا فيه الحليب واما زدوا فيه نواه الكوكو، انا زدت فيه غير الماء. زدوا فيه الماء الكوكو، اما زدوا فيه الماء البنات اما زدوا فيه الحليب. دابا غادي نجمع الشعر ديالي كما كتشوفوا، غنجمعوا الشعر ديالنا. هذا الشكل وغادي نغسل الوجه ديالي. دابا غنغسل الوجه ديالي ومن بعد نجي نحط لكم هذا الوصفه نحط على الوجه. هنا بعد ما غسلنا الوجه ديالنا دابا نمسحوه. تعودت ان ندير لكم بعض الوصفات على الوجه ديالي باش تثقوا ان الوصفات طبيعيه ما تخافوش منهم البنات، وبالاخص الوصفات اللي كنعمل لكم. راه الوصفات كلهم اللي كنعمل لكم البنات راني كنستعملهم على البشره ديالي، يعني ما بدون بلا كذوب بلا حتى حاجه، ماشي غير كنحط لكم اي وصفه في الانترنت وصافي، ولكن اي وصفه كنحطها لكم لو عملتها لكم على الوجه ديالي ولا ما حطيتهاش لكم على الوجه ديالي كونوا على يقين انني كنستعملها البشره ديالي. ما يمكنليش نحط لكم شي وصفه لا تضر لكم بالوجه ديالكم او تضر لكم بالبشره ديالكم. ودابا نبداو على بركه الله. اللون بدا كاين زوين. اش قلت لكم البنات طحنوا نواه الكوكو باش ما يعذبكمش ملي تكونوا كتحطوا على البشره. بعد ما وضعنا البنات على البشره ديالنا غنخليو تقريبا من 10 دقائق الى 15 دقيقه، يعني من 10 دقائق الى 15 دقيقه هو على البشره ديالنا. من بعد ما تمر 15 دقيقه او 10 دقائق نرجع لكم البنات. دابا غنغسل الوجه ديالي ونرجع لكم. وهنا نمسح الوجه ديالي. شنو كتحسوا بالوجه ديالكم رطب البنات؟ لان كتعرفوا كما كتعرفوا ملي غتكونوا كتغسلوا الوجه ديالكم غتحسوا بواحد الزيوت في نواه، يعني غيولي وجهكم كله ميدم لان نواه الكوكو ملي كيتطحن كيطلق هذوك الزيوت ديالو. كتحسوا بالبشره ديالكم رطبه بزاف والله قسما بالله البنات، يعني كتحسوا بواحد البشره رطبه 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 بزاف البنات. وخا ما تستعملوش كريم من مورا هذه الوصفه هذه ممكن انكم، ولكن ضروري ضروري من دهنو ضروري من دهنو البنات الوجه ديالنا باش كيبقى دائما وجه شبابي، ما يكونوش داك التجاعيد اللي كيكونوا ما بين الفم ديالنا وما بين العينين ديالنا. كما كتشوفوا انني البشره ديالتي كما كتشوفوا انا نقربها لكم كاع انها ما فيها لا تجاعيد لا حتى شي حاجه كما كتشوفوا. المهم دابا غندهن وجه ديالي بشي كريم قدامكم. انا غندهن وجهي بنيفيا كما مولفين شوفوني. ممكن في الوصفة تستعملوا حتى الأيادي ديالكم. معنا التصوير هذا ما كنقدرش ملي ما كنكونش كنصور كنعملها على الايادي ديالي وعلى العنق حتى هو
ولكن مع هاد الصوار كنبقى نقيس التليفون، تليفوني كيرجع كل حالته. كما كتشوفوا ضروري البنات بقا تمصيو حنيكاتكم هاكا، تجبدوهم هاك باش كيبقاو مجبدين وكيوليو عندكم هاد هاد الرميمينات. كيما بزاف البنات كيقول ليا شنو السر تاع هاد الرميمينات اللي عندك هنا، هذا هو السر، كتبقاو كتجبدو هنا، تجبدو بحال هكايا، بحال كدومو دومو دومو دائما دائما دائما، كيوليو عندكم هاد الحنيكات هادو، كيوليو عندكم هنا. دابا حاليا كيعملو عليهم كيدبكو يد إبر باش كيعملوهم، ولكن ثم مع المداومة تبقاو تعملو غير هاك، غادي يتغباو ليكم. كما شفتو ما عملت لا لاكرو لا حتى شي حاجة للبشرة ديالي، مجرد كريم انتما على المباشر. شوفوا انا ما موضعت ولا شيء، كما تشوفوا انا ما قطعت لا تليفون لا حتى شي حاجه، وهذه هي البشره ديالي. ها هي بشره نظيفه صافيه. نتمنى من الحلقه تاعت اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم الوصفه تاعت اليوم، ولا عجبتكم كما ديما الغزالات ديالي ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعليقات ديالكم اللي كتفرحني ديما ونموت عليكم. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، واي اقتراحات مرحبا بها، واي قبل ما حيت غادي يجيوني هاد التساؤلات بزاف بزاف، ديما عنده جدا من الغزال ممكن انه يعمل الشمندر او الباربا كما حنا كنقولوا الباربا، تشدوا الشمندر او الباربا وتحكوهم وتاخذوا هذيك الماء ديالهم، وهما اللي تخلطوا به هذيك الوصفه تاعت هي اللي تخلطوا بها الوصفه تاعت نواة كوكو بلا ما تستعملوا الا قدكم الماء. ممكن ان تستعملوا غير الماء الشمندر، الا ما قدكمش الكلمه تاع الشمندر ممكن انكم تستعملوا مع الحليب. نعود لكم الناس اللي ما عندهمش دم الغزال يعملوا الشمندر او الباربا كما كنقولوا حنا بالمغربيه، ما كاين ما احسن منه. يعني الشمندر بالنسبه لي انا ما كانش عندي في المنزل ديالي، ما كاين ما احسن من الشمندر او الباربا، يعني حاجه طبيعيه نستعملوها للبشره احسن من دم الغزال. مهم حيت هاد التساؤلات غادي انا عارفه متاكده انا غيجيوني بزاف. يلا حبيبه ديالي نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، واي اقتراحات اللي حابين انكم تعملوها قولوها لي في البث او قولوها لي في التعليقات. الف مرحبا بكم، يلا في امان الله، باي باي.